مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم فكر صح. معاكم أسماء عطية. برنامج فكر صح بيناقش معاكم النهاردة أهم قضايا المجتمع اللي هتهتم بالأسرة والمجتمع من المنظور الجديد. هنهتم فيها من الناحية النفسية والتربوية والاجتماعية، وعشان كده فكرنا النهاردة في برنامج فكر صح ان احنا نناقش نقطة جديدة ممكن تكون على اعزائي المشاهدين دلوقتي، وممكن لما يسمعوها يقولوا ايه ده، ازاي احنا المفروض لا كنا نسمع حاجة غير دي. النهاردة حابة اناقش معاكم بر الاباء بالابناء، عكس طبعا ما احنا متعودين. عشان كده هنناقش عقوق الاباء للابناء، وهيكون معانا ضيف حلقتنا النهاردة الدكتور عبد الله غيزي استشاري الصحة النفسية لمناقشة الموضوع. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا بيكي وأهلا بهذا البرنامج الرائع، أحييكي في البداية وأحيي فريق العمل الموجود مع حضرتك. أهلا أهلا بيك يا وسهلا. دكتور. بداية يا دكتور طبعا احنا رحبنا بيك، إيه رأي حضرتك في الموضوع اللي احنا هنناقشه النهاردة في عقوق الوالدين للأبناء؟ يعني أنا في البداية بحب أشكرك على هذا الطرح، شكرا يا وهو دكتور. يعني شكرا لحضرتك. عبقرية الموضوع والمضمون إن شاء الله، لأن إحنا دايما كنا متعودين إن نتكلم كتير على يعني عقوق الأبناء للآباء. تمام. فإذا إحنا عكسنا الموضوع شوية، إذا كان يعني اللفظ فيه إن إحنا بنعمل عكس، هل الآباء يمكن أن يكون لهم عقوق للأبناء؟ وإن كان بعض الناس الآخرين بياخدوه يعني إن في نقص في التربية، في نقص في تلبية الاحتياجات الموجودة من الآباء للأبناء، أو عدم التربية أو النشأة الصحيحة إلى آخره من المسميات أيا كان. ولكن يعني عبقرية الطرح فيه تأتي، ماذا لو لم يفي أو يبر أو يعطي الآباء للأبناء حقوقهم الطبيعية اللي هي مفروض يعطوها الآباء لهم؟ ماذا إذا أعطى الآباء كل الأشياء المهمة في التربية وفي التنشئة للأبناء؟ ماذا يكون حلهم؟ وده موضوع مهم جدا، لأن كثير من الناس بيغفل هذا الموضوع، وهناك لبس في بعض الأفكار من اتجاه أو واجبات أو حقوق الأبناء على الآباء. ويمكن زي ما قلت لحضرتك ان هذا موضوع في طرحه فيه نوع من العبقريه، ان احنا اذا قلبنا الموضوع او اخذناه بناحيه اخرى بالعكس. او بالعكس، وبالتالي يكون هناك نوع من التكامليه ونوع من وضوح الرؤيه خاصه للاباء تجاه ابنائهم. تمام يا دكتور. طيب طبعا مقدمه وافيه جميله، طبعا بنشكر حضرتك عليها. طيب دلوقتي لو احنا هنتكلم عن عقوق الاباء للابناء، نقدر النهارده نسلط الضوء على العكس زي ما حضرتك قلت، اللي هي عقوق الابناء الاباء للابناء. طبعا عشان المستساغ ان احنا دايما بنعكس، فتلاقيني انا برضو هقع في نفس الغلط. فده عشان كده انا قلت لازم نناقش النقطه دي، لان في اباء وامهات كتير بيقعوا في الغلط ده وبينتظروا بر اولادهم بيهم وهم لم يزرعوه. ده صحيح، ده فعلا. فاحنا عايزين ندلهم على الحصاد. صحيح، حضرتك تنورنا بقى النهارده. الحقيقه يعني في البدايه زي ما قلت لحضرتك ان هذا موضوع مهم، خلينا في البداية يعني نحط بعض القواعد الأساسية في عملية التربية وعملية المعاملة ما بين طرفين، في أب وأم وأسرة وأبناء. طب أولا يعني على أي فرض إن هو يعني تزوج وقرر إن هو يجيب أولاد، فإحنا بنقول له هنا يعني كن مستعد لأن أنت تنشئ فرد. انت هنا في طفل جه ايا كان ذكر او انثى، ولكن هذا الطفل له مستلزمات. ليه؟ لان محتاج نوع من التربيه، نوع من الاحتياجات الكثير. فلابد على الام والاب هنا ان يجهزوا انفسهم من بدايه ان اصبح هناك حمل واصبح هناك في انسان هياتي للحياه. فكيف نعد هذا الانسان من جميع الجوانب، من جميع احتياجاته النفسيه، الاجتماعيه، الاحتياجات البيولوجيه الى اخره، وفي النهايه كيف اخرج هذا الانسان للحياه واهله ان يتعامل في الحياه وان يكون شخص سوي وقوي وسليم من جميع الجوانب. ده نقطه مهمه جدا، ان بعض الاباء بيغفلوا هذه النقطه. هو عايز يخلف وبس، هو عايز يجيب، ماشي خلف براحتك،
يعني انت ده حقك، ولكن كن مستعدا لتنشئة هذا الفرد. الأمر الثاني والمهم ان كثير من الآباء او بعض منهم ايا كان لا يفرق ما بين التربية وبين الرعاية. يعني معظم الآباء بيفكروا ان التربية هو ان انا اوفر اكل وملبس وشرب ومسكن للطفل وهو ده التربية. لا، دي اسمها رعاية، ان انا بوفر له حاجاته الأساسية، ان يكون يسكن في مسكن، عنده سرير، بيلبس ملابس، بياكل، بيشرب كده. انما التربية هناك شيء اخر. البر مش مادي بس هنا، لا، البر معنوي واحتواء وحب، وفي زرع كتير يعني لازم ده كلام حقيقي نغرزه، لازم نغرزه فيه. وده بياتي بقى اللي هي ما اللي احنا بنقول عليه التربية. التربية بقى ان انا اغرس فيه اخلاق، اغرس فيه قيم، اغرس فيه مبادئ، اشبعه بعادات العادات الطبيعية والسليمة للمجتمع، اغرس فيه اخلاقنا اللي موجودة، ازاي ان انا ادي له سلوكيات صحيحة، ازاي انا انمي جوانب شخصيته المتعددة فيه من خلال عملية التربية. اذا هنا كثير من الناس هو ممكن يقول لك انا بصرف كويس وبوكله كويس وبفسحه كويس، ولكن الجانب الاخلاقي والجانب القيمي والجانب السلوكي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي ما فيش، ضايع. بيطلع طفل عنده اضطرابات وعنده امراض، لا يستطيع التعامل مع المجتمع، غير سوي نفسيا بالظبط كده، ده اللي احنا بنعانيه دلوقتي، وده اللي بتيجي منه المعاناه. لكن انما احنا عندنا جانبين مهمين جدا لابد ان يقوم بهم الاباء، هو جانب الرعايه وجانب التربية. حضرتك برضه يا دكتور أثرت نقطة مهمة جدا في بداية الحوار، نعم، إن إحنا بنكون بارين بأولادنا من بداية الخليقة، من وهو نطفة في أحشاء الأم. بالظبط، ده مش صحيح، مش مجرد إن هو بيتولد فبنجري بقى نجيب الحفاضات واللبن والحاجات دي، صحيح. لا، بنبتدي نراعيه. طيب يا دكتور، لو كان الآباء عليهم حقوق وواجبات تجاه أبنائهم، حضرتك يعني رصدت لينا بعض النقاط، صحيح. إيه هو المردود النفسي والتربوي من عقوق الآباء للأبناء؟ طيب خلينا في البداية نقول، طب أنا إزاي أعمل يعني أعطي حقوق الابن على الأب والأم إزاي؟ إيه هنا؟ قلنا إن هنا إنه له حق الرعاية. حق الرعاية ده يعني بيشمل حاجات كتيرة، بيشمل إن أنا أقيه من الأمراض، إن أنا أعمل له التطعيمات اللازمة، إن أنا ألبسه في الصيف معين، في الشتاء معين، أكله أكل صحي، إذا كان بيمرض بيكتشف، ثم نأتي رعاية كاملة، رعاية كاملة بكل جوانبها، نأتي للرعاية الكاملة. كيف تتم هذه الرعاية؟ تمام. كيف تتم هذه الرعاية؟ إن أنا الطفل، كل طفل حسب مرحلته والتطور أو التدرج في النمو لكل طفل بيحتاج إلى أشياء معينة. هنا على الأب والأم نكون واعيين بها جدا، يعني محتاج إن أنا أعطي له حب، أعطي له حنان، إن أنا ألامس جسده، إن أنا أحتضنه، إن أنا يعني أعطي له إن هو يعبر عن نفسه، أعطي له إن هو يتكلم، إن أنا أعلمه الكلام في بدايته، إن أنا أخده أعمل له انفتاح على الحياة اللي موجود فيها، إن أنا أعرفه ده وأعرفه أديله حقه في إن هو يلعب، وإن كانت مش شرط يكون ألعاب باهظة الثمن أو غيره، ولكن أوفر له هذا الجو. إحنا لو قلنا يا دكتور إن لو الأب والأم اعتبروا إن هم بيزرعوا زرعة، إحنا لو زرعين وردة أو شجرة في البيت، هم ورد بالفعل، قد إيه بنكون إحنا منتظرين ثمارها؟ ده صحيح، عشان نشوفها الوردة أو بتفتح، ده صحيح، أو بنشوف الشجرة عشان ناخد الثمار، ده صحيح. فهم لو كل أب وكل أم طبعا اعتبروا إن دي أعز ثمرة هم هيحصدوها، فعايزين نشوف يعني ايه اللي هم ممكن يقدموه، نعم، ليهم من بدايه الخليقه زي ما حضرتك ما قلت، علشان يزرعوا فيهم البر، عشان انا انتظر البر من ابني. ده صحيح، يعني في البدايه زي ما احنا عارفين، ممكن الساده المشاهدين يعلموا ذلك، ان انا علي ان انا اختار له اسم كويس. تمام. يعني اختار له اسم جميل يناسبه، سواء بنت او ولد، ما اجيبلوش اسم غريب الشكل يعني. يحضرني موقف يعني اعطى حضرتك في سيدنا عمر بن الخطاب لما راح له اب يشتكي عقوق ابنه، فنده الابن قال له بتعوق اباك، فقال له هو عاقني، اختار لي أما نعم، اختار لي اسم بيعايروني بيه الناس طبعا باللغة العامية كده، لم يحفظني القرآن. صحيح. فسيدنا عمر قال قولته الشهيرة أعققت ولدك فأعوقك. بالظبط. فاحنا عايزين نتعلم برضو من بداية الخليقة كده، زي ما حضرتك قلت بالظبط، ان انا بختار له اسم كويس. تمام. يمكن لو بدأنا من بدري شوية، ان انا ودي بقى يعني في العلاقات الزوجية وغيرها، ان انا اختار له ام كويسة، وبعدين اسم كويس، وبعد كده أبدأ أعلمه القيم والأخلاقيات. وهنا يأتي دور الأب والأم، إن هما بيكونوا قدوة للطفل بتاعهم، إن أنا أعمل قدامه الأشياء الكويسة.
طيب ده المرحلة الأولى دي بيبدأ الطفل بيبقى فيه بنسميه في مرحلة الامتصاص، فبيبدأ يمتص من المحيطين حواليه كل أفعالهم وسلوكياتهم، فهنا أنا أكون القدوة له. ودائما تلاقي البنت وهي صغيرة مرتبطة بأبوها أكتر شوية، والولد مرتبط بأمه شوية أكتر، فبالتالي أنا أكون قدوة لهم في سلوكياتي، أبدأ أبث إليهم المعلومات الضرورية، أو هم لأنهم بيبقوا كثير السؤال في هذا الموضوع، ولذلك إحنا بنديهم المعلومات على قد المرحلة العمرية بتاعتهم. وبالتالي يعني بعض بيقع الآباء في هذا الموضوع إن هم ساعات يؤجلوا أسئلة لهم، لا أنا أبدأ أجاوب عليهم بقدر المعلومة بالمنظور المنطقي الخاص بأمرهم. الأمر الآخر المهم جدا إن يعني وده يا ريت يعني يتم، إن على الأب والأم إن هم يبدأوا يعرفوا مراحل النمو الحقيقية للطفل بالتضارب، لأن كل مرحلة نمو لها خصائص عقلية وخصائص نفسية وخصائص اجتماعية، وبيتحرك هنا ازاي، بيبدأ يتكلم امتى، طب يتكلم يقول ايه، ايه الالعاب اللي ممكن يلعبها، ايه السلوكيات اللي ممكن يجيبها. وبالتالي يعني احنا هنا بندعو ان كل اب وام في وخاصة الام في مرحلة الحمل ان هم يبدأوا يسألوا، يبدأوا يبحثوا عن النت مراحل النمو دي شكلها ايه، يبدأوا ياخدوا دورة كذا، يروحوا وزارة، يروحوا المستشفى تسألوا نعمل ايه، بياكل ايه، بيشرب ايه، بيتكلم ازاي، طب تفكيره هنا ايه، ممكن يؤذي نفسه في ايه، لان ساعات ممكن تلاقي الاولاد يؤذوا نفسهم هم ما يعرفوش هو ده ايذاء بالنسبه لهم ولا. وبالتالي هنا انا بطلع الطفل بهذا الشكل طبقا للمرحله بتاعته، ان مرحله الطفوله المبكره تختلف عن مرحله الطفوله المتاخره، تختلف عن مرحله المراهقه الى اخره. فبالتالي هنا بيحدث نوع من الانسجاميه، ده بيحتاج وعي تام من الاب من والام، من الاب والام، وده اصبح مهم مش جدا، مجرد ان احنا بنجيب طفل وبنسيبه هو بيتربى مع نفسه، ده محتاج وعي تام. بالظبط كده. بنيجي لحاجه اخرى، لان هنا الطفل بيبدا يكبر وبيبدا في وسائل تواصل وفيه تلفزيونات وفي حاجات وفي لازم يكون فيه الاب والام ملمين بده كله بالظبط كده، وبيبدا ينزل المدرسه، بيبدا يلعب مع اصدقائه، بيشوف قرايبه الولاد، فبيبدا يتعلم حاجات. الحاجات دي ممكن تكون هي مش سويه، او عنده بعض سلوكيات بدا يعملها يكتسبها، والسلوكيات دي مش موافقان، فانا ازاي اعدل هذه السلوكيات، ازاي يبقى بيني وبينه حوار، ازاي اخليه يعبر عن نفسه بالظبط. يعني المفتاح الحوار، ما انت بتحب ايه، انت بتكره، طب ايه اللي مزعلك، يكون في وقت خاص ما بين الاب والام والطفل. ابدا لما يكبر شويه ابدا احمله مسؤوليات خفيفه، يعني انزل هات لي كذا، طب ودي لي ده، طب ساعدني ده، كمان بالنفس عشان يطلع انسان يتحمل مسؤوليه. ده بالظبط. هنا ابدا اديله الثقه، ابدا اديله اعتزاز بذاته، ابدا اخليه يعبر عن نفسه هو في ايه، اعمل له اشباعات لكل المرحله الموجود فيها. يعني هو طفل صغير مثلا لسه ما راحش مدرسه، عنده اللعب وعنده ان هو بدا يعرف نفسه وبعرف يتكلم، خليه يتكلم، ابدا اديله مسؤوليات طفيفه يروح يعملها، تحفيز. تحفيز هنا الطفل ده اللي بياخد هذه الاشياء السويه، او ينشا تربيه سويه نتيجه متابعه دقيقه من الام والاب له، بالتالي ده بيتعدى هذه المرحله بنجاح، بسلاسه وبنجاح، بنجاح، فيدخل المرحله العمريه اللي بعدها مؤهل نفسيا ان هو يكون فيها سوي. بالظبط كده. وبعدين يطلع المرحله اللي بعدها ليه، لان احنا بيحصل عندنا مشكله كبيره جدا، ان الطفل اللي بيتعدى او لا لم تسد حاجات بتاعته في مرحله ما ويكبر ويعدي المرحله، بيرجع مره اخرى بطريقه اخرى، بطريقه غلط، بانتكاسه بقى، بطريقه غلط، بانتكاسه، بنسميها في بعض الاحيان مراهقه متاخره، في يعني الناس اللي هم كانوا مقفول عليهم ومعهشوش حياتهم، يعني ساعات لان بيبقى في نقص في الحاجات لم تشبع في بعض المراحل، فبيرجع حتى لما بيكبر، حتى لو كبر في السن بيرجع ليها مره اخرى، لان الحاجات دي بتبقى ملحه بشيء كبير جدا، هو ان هو عايز ما عاشهاش صح. طب اذا ان هنا انا غرست الثقه فيه، غرست الاستقلاليه فيه، خليته يعبر عن رايه بشكل كويس، كبرت خليته يشعر بذاته وبقيمته وبان هو عضو مؤثر في الاسره وله مكانه وله وجوده مؤثر، واحنا حابين وجوده واحنا بنستشيره وبنتكلم معاه، اصبح ان اعطينا له خصوصيته، ودي من الموضوعات مش المهمه، هنطلع الانسان عبء على المجتمع. بالظبط كده. والمجتمع ينفر منه. بالزبط. لازم نغرس فيه القيم والمبادئ اللي يخليه محبوب من كل اللي حواليه. بالظبط. بالتالي انا لما غرست فيه كل هذه الاشياء سواء من الناحيه السلوكيه، هيطلع هنا شخص متزن انفعاليا. ازاي؟ بيقدر يعبر عن ذاته، يعبر عن ذاته سواء كان
هو حتى لو اخطا بيقول ان انا اخطات في كذا، اصبح عنده عامل عنده قابليه ان هو عنده تصالح يتعلم مع النفس كمان يا بالظبط. دكتور. ما هو ده الذات بتاعته اصبحت ذات متناغمه متصالح مع النفس، متصالحه، بيقدر يعبر عن ذاته زي ما بقولنا، بيقدر يطالب يقول انا عايز كذا، يقدر لما انا اعدل عنده سلوك يبدا يستجيب له. بعد كده بيبدا هنا مشاعره بترقى، يبدا يتعامل اجتماعيا ونفسيا مع الوسط المحيط بيه، يعرف امتى لما يدخل يستأذن، يعرف امتى لما يكون في موقف يعيش مشاعر هذا الموقف، ويضع يعني يتشرب بالمعايير الاجتماعيه اللي موجوده عنده. وده من المشكلات بقى اللي بتيجي، من المشكلات السلوكيه والنفسيه والاجتماعيه اللي بتيجي بعد كده نعمل لها تعديل سلوك. تمام. ليه؟ لان الاسره في الاصل هو نشأ غلط. لان الاسره فيها مشكله، ولذلك احنا دائما نعبر ان وبيجوا الطفل بعد كده يستغربوا جدا الولد ماله، طب ماله الولد جاب ده منين؟ يعني جابه منين؟ ما هو جابه من الاسره. ايوه يعني. يلا هنوديه لدكتور تعديل سلوك. طب ما انتوا اصلا ما زرعتوش فيه السلوكيات والقيم والمبادئ، لان في سلوكيات عندهم اصلا مش مظبوطه. مظبوط. لان الولد تشربه منين؟ ما هو الطفل ده محطوط في البيئه الاسريه الصغيره، هو بيمتص منهم. وبالتالي احنا دائما نقول ان اذا كان هناك سلوك مضطرب او هناك شيء غير مظبوط في الطفل فهو نتاج هذه الاسره، مكتسب. نتاج مكتسب. هذه الاسره مكتسب. مكتسبه منهم او مكتسبه من غيرهم، حتى لو مكتسبه من مكان اخر، كان على الاسره الواجب عليها تعديل هذا السلوك. تعديل هذا السلوك. بالتالي بهذا الشكل لما اعطي كل هذه الاشياء او الحقوق او انواع التربيه لهذا الطفل، في النهايه بيطلع طفل سوي. طفل يفهم مجتمعه، يفهم أسرته جيدا، يفهم ذاته جيدا، أصبح هنا أصبح عندي طفل، أو ما عادش بقى طفل، بدأ يكبر ويتعدل، شاب وبقى راجل، وهيبدأ بقى أن هو يتعامل بكل سوية مع كل اللي حواليه. إحنا بقى بنطلع لمرحلة أكبر، إن إحنا هنا بننتج مواطن صالح، مواطن نافع لأسرته، نافع لنفسه، نافع لأسرته، نافع لإيه؟ للمجتمع، للمجتمع ككل. وبالتالي هنا أنا شلت عبء كبير عني، إن الطفل ده لو ما ترباش كويس، او ما كانش انا زي ما بنقول بقى ان الاب والام كانوا بارين بيه وعلموه صح، هيطلع اما منحرف او اما شخص غير سوي. فخدي بقى كل الجرائم وكل مش عارف ايه والحاجات بقى اللي بنسمع عنها. امتى يا دكتور نقدر نقول ان الاب والام دول عاق باولادهم؟ امتى نقدر نقول كده؟ يعني انت عندك يعني في حاجات مهمه جدا بنسال احيانا لما يكون في مشكلات سلوكيه او مشكلات في الاسره، بنسأل الطفل ده والطفل بيشعر بذلك، هل الأب والأم كان لديهم مرغوبية في وجود هذا الطفل ولا لا؟ في بعض الآباء هنرجع لبداية الخليقة برضه، يعني بداية الموضوع من الأول. في بعض الآباء والأم كانوا كارهين لهذا الطفل، ما كانوش حابين وجود إن هم يخلفوا طفل أو كذا لظروف ما، يعني لها ظروفها هم يعني بيبقوا عارفينها، أو هم بينهم خلافات، أو الطفل بيشعر بذلك. أيوه. الطفل حتى لما تيجي تسأله يقول لك هم ما بحبونيش، هم بيشعر بعدم الرغبة في وجوده، بالإهمال. طبعا خدي بقى عندك بقى الإهمال حاجات كتير بقى نقدر نقولها. نيجي بقى لحاجات كتير زي إيه مثلا؟ إن الطفل ساعات بيشعر إن في تسلط عليه، إن في تفرقة في المعاملة، إن في عدم اهتمام بيه، إن في نقص في مشاعر الحب تجاه سواء من الأم أو الأب تجاهه، فيقول لك وهو يقول لك أنا أنت بتحبي أخويا أكتر مني، أو أختي، أو أختي أكتر مني، أو أنت ما بتعتنيش بيا زيه، أنت بتحتضنيهم أو بتاخديهم معاكي يتفسحوا أو بتجيبي لهم حاجات أحسن مني. فيشعر هنا الطفل بالدونية، إن هو أصبح أدنى من أخوه وأنت بتميزي أخوه عنه. فهنا أنت بتعملي إيه؟ بتعملي ضغط على الذات لديه، فأصبح عنده دونية في ذاته، عنده دونية في شخصيته، فيطلع شخص غير سوي. أيوة. إن ما يكون في نوع من التسلط، إن دائما الطفل ده أو الفرد ده دائما هم يلطشوا فيه ويضربوا فيه، وكل حاجة يجيبوها عليه هو، في حاجة حصلت في البيت هو سين أو صاد هو اللي عملها، طب هو مش موجود أصلا ما عملهاش، لا هم يجيبوها بيكون فيه، بيكون في إسقاط دائما عليه. بالظبط عليه. فالتسلط ده بيجيب لنا مشاكل بعد كده في الاسره. طيب. عدم الاشباع الرغبات الموجوده عند الطفل من اصل، ايه الاشباع الرغبات؟ بعيدا بقى عن الماكل والمسكن والكلام ده كله، اللي هو الحاله الاشباع العاطفي. الاشباع العاطفي كنت لسه اقول لحضرتك الاحتواء، الاحتواء بكل ما تحمله الكلمه من معنى بقى، بكل تفاصيلها. طيب. بقى ان في احتضان، في ان هو في تقبيل، فيه ان انت تاخديه، يعني الام تاخده ينام معاها مثلا في السرير، ان هي
تحميه وهو صغير، ان هي تطبطب عليه، ان هي يكون بينها وبينه حوار. صداقة الأب والأم لأولادهم برضه يا دكتور طبعا ما بتفرق هو ده معاهم حب، جدا. ده مهم لما جدا بيكون يعني. في صداقة بيقدر الولد يكون أو البنت يكون عندهم ثقة إن هم حتى لو عملوا حاجة غلط يقدروا إن هم يصارحوا أبوهم وأمهم بيها. لان احنا انتقلنا في مرحله بقى بينا ايه، صداقه، ما بيننا نوع كده من الثقة والأمان، من الثقه والامان، الثقة ان احنا والأمان. نتكلم بعض، ان احنا نفضفض لبعض. فانتقلنا من مرحله بقى ان انا ممكن ده بابا وبخاف منه، لا ده احنا بينا وبين بعض ايه هي حاجه كده. ملهاش علاقة ما بين قدر الأم والأب، لا أنت قدر الأم والأب بوضعهم أم وأب نعم غير أن أنت صديق، بيبقى بالظبط. فيه فاصل، خيط رفيع فاصل ما بينهم. وهو ده اللي بيكون الاب والام فيه شاطرين ان هم يصنعوه مع ابنائهم، ان انا اخليه صديق بيكون ليا. تفاهم برضو بين الأب والأم، طبيعي طبيعي، لازم يكون في بينهم تفاهم لأن صحيح. بيتعاونوا على تربية عامل مشترك ما بينهم اللي هم منتظرينه. وده نقطة ذكية انت طرحتيها، ده يعني حاجة في مهمة جدا. ليه بقى؟ لان احيانا الاب والام بيختلفوا في المعايير او في التعليمات او في طريقة التربية ما بين لازم الامهم، يكون في اتفاق عشان ما فيحدث يشتتش بالظبط. الأولاد. ليه بقى؟ لان بيحدث ان الاب بيقول حاجة والام بتقول حاجة، فالطفل بيحدث عنده ارتباك. عادة الأولاد بقى بيميلوا للطرف المهاود معاهم، بالطرف اللي عارف إنه ممكن ما يكونش فيه عقاب. فأنا ده بقول صحيح. إنه لازم يكون في اتفاق ما بينهم. بالظبط، لان هنا ان الطفل بيحدث زي ما قلنا، بيحدث عنده ربكه، ان ده مثلا طب بيعاقبني ليه، طب ما ده بيعطف عليا، طب ده بيقول لي معلش، طب ده بيعاقبني، فيحدث هنا نوع من الربكه مع الطفل. لذلك احد الامثله الواضحه جدا ان ممكن زي بتحدث في الامهات، ان الام ممكن تعاقب الطفل وبعد ذلك تحتضنه وتطبطب عليه، فالطفل يحدث عنده طب هي بتضربني ليه وبتعاقبني ليه. تمام يا دكتور. نحب بقى يعني نقول في نهاية حلقتنا ايه النصائح اللي ممكن تقدمها للأب والأم اللي موجودين حاليا معاهم أولاد واللي لسه مقبلين على الزواج عشان ما يقعوش في نفس المشكلات بإيجاز. يعني الأب والأم دلوقتي اللي عندهم مشاكل مع أبنائهم يلجأوا لحد يساعدهم فيها، ويعملوا نوع من التوافق الأسري ما بين الآباء وما بين الأطفال. أما القادمين على الزواج فبقول لهم استعدوا، ادرسوا، افهموا، اسألوا، كونوا مستعدين لتربية طفل، مخلوق جديد جاء للحياة، فكيف تنشئ هذا الطفل على أحدث، أو يعني يكون شخص صالح زي ما قلنا لنفسه ولأسرته والوطن. أعرف مراحل النمو إزاي، أعرف إيه اللي ممكن يحتاجه، إيه السلوكيات اللي أنا في كل مرحلة أعلمها له إزاي، إزاي أحميه من السلوكيات الغير سوية من المجتمع نحب أو نقول من لهم ان الوسائل. هم يعملوا ده بحب مش طبعا لمجرد ان هو واجب، طبعا لان الحب مشاعر هتوصل للابن. انا بالظبط بابا وماما مش بيأدوا الواجب اللي عليهم بس عشان انا بالظبط ابنهم، لا بالظبط. ده انا حاسه ووصلني بكل حرف فيه وعايز اقول لك ان الاطفال بيشعروا بذلك من وهم بقوه اجلنا جدا، يا او دكتور، هم من في وهم داخل اجلنا. البطن لسه. ايوه ده حقيقي، من وهم اجلنا. وبالتالي اشاعه او روح المحبه وروح التوافق اللي بتبقى موجوده في الاسره دي بتنتج طفل سوي، بتنتج مواطن سوي، انما الاسره اللي فيها اضطرابات فيها مشاكل بتنتج طفل غير سوي. تمام. طبعا احنا سعداء بحضرتك جدا، شكرا. واتمنى كل مشاهدين يكون سمعونا، والاباء والامهات نكون دخلنا في قلبهم بالكلام مش بالسمع، علشان نطلع اولاد وبنات سويين ونقدر نشوف جيل يفرحنا ونعتمد عليه ان هم تكون ام سويه واب سوي، واولاد نفتخر بيهم ونستنى برهم زي ما احنا دايما متعودين وزي ما ربنا دايما وصاهم. انه يعني عايزه اقول ان انا داخله قاعده ما بين اهلي واصحابي واخواتي اللي عندهم ولاد، اتمنى ان انا اكون وصلت لنقطه مهمه جدا. وحابه اقول بقى حاجه للامهات والاباء، اياك والدعاء على اولادك. سيدنا محمد اوصى بيه، لا تدعوا على اولادكم ولا على ابنائكم لعلها ساعه يستجاب فيها الدعاء. وربنا عز وجل قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا، فاحنا عندنا زينة وربنا رزقنا وربنا ادانا أولاد وبنات، هم إن شاء الله هيكونوا باب الجنة لينا لو أصلحنا تربيتهم وساعدناهم على برنا عشان نلاقي الحصاد اللي احنا نتمناه. وشكرا ليكم، وأتمنى أن أكون وصلت لقلوبكم قبل سمعكم وقبل أبصاركم.